السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي، مرحبا بكم في قناة عالم كريم البرنوسية. أتمنى تكونوا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا ناشطين وتكونوا بصحة جيدة. وانتم كتشوفوا القناة، إلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايكات وبارتاجيو مع العائلة والأحباب والأصدقاء باش تعمل فائدة على الجميع، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لأول مرة كتشوف القناة ديالي، دير الاشتراك، صابوني، ويفعل الجرس على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو، ولكم جزيل الشكر. بالنسبة للفيديو ديال اليوم، على بركة الله، غادي نشارك معكم واحد الوصفة ديال الشعر. هذه الوصفة هذه فعالة 100% ومجربة مني شخصيا، كتساعد على تطويل الشعر وتكثيفه، وكتقوي لنا الشعر، كتبنى تساقط الشعر، كتزيدنا واحد اللمعان ديال الشعر. هذه الوصفه ديال اليوم اللي هي القشور الثومه، البنات كنصحكم تجربوهم، كيستحقوا التجربه. القشور ديال الثومه كي كتشوفوا البنات عندهم الفوائد عديده ومتعدده. من اولا غني بالفيتامينات مختلفه، ثانيا كيحيد لنا البكتيريا، مضاد للبكتيريا والاكسده الشعر، كيقويوه لنا، كيعالج لنا العديد من المشاكل الجلديه والمضادات الفطريه، كينظفوا لنا، وكتضيف لنا واحد القيمه عاليه في استخدامها. كاينين البنات اللي كيديروا الثومه هكاك صحيحه وكيبقاو يديروها مع الزيت، ولا كيحكوها على شعرهم هكاك كيديروها عاديه، راه هذيك الطريقه خاطئه البنات. الثومه عندها واحد المفعول قوي، كتضرب الفروه ديال الراس وكتهرس لنا الزغبه ديال الشعر. القشور ديال الثومه البنات كيحيدوا لنا حتى القشره من الشعر، كيحيدوها وكيعالجوا لنا داك كما كنقولوا السلوعيه، ما كتبقاش، كيعمروا لنا داك الفراغات اللي كيخويو لنا في الشعر، كيقويو الشعر. دابا البنات غادي ندوزو لطريقه استعمال قشور الثومه وكيفاش نديروه. دير قشور الثومه البنات كما كتشوف، انا ما كنرميهمش، كنبقى نجمعهم. قشور الثومه البنات نجمعوهم، ديروا بهم الزيت ديال الثومه، كندير كاس ديال الماء ونحطهم على واحد ربع ساعه على البوطه حتى كيغلاو لنا مزيان. دابا غنديرهم يطيبوا، طبخوهم مزيان. هانتوما البنات، قشور الثومه ملي كديرهم ما فيهمش داك الريحه المزعجه، كيطلقش كاع فيهم الريحه، كطبخوهم هكا. يمكن لكم تخليوهم في الزيت هكاك حتى يطلقوا راسهم، ولكن هذه هي الطريقه السهله. كاع الوصفات ديالي انا كنديرهم بيدي. هانتوما كنصفيوهم، زالين البنات للشعر، تجربة مني أنا مجرباهم، كاع الوصفات كنديرهم بيدي طبيعيين. كنرجعهم للكاسرونة، كنجيبو ربع كاس ديال الزيت البلدية، وأفضل الزيت البلدية ما تكونش البنات فيها الملحة. هاد الزيت هادي مسوسه ما فيهاش الملحه، ولا بغيتو تعوضوهم باي زيت، اي زيت، سواء زيت ديال الكوك او جوز الهند او خرواع، اي زيت عندكم. كنخلطهم معاهم، كنرجعهم للبوطه، تبقى لي غير الزيت حتى كيشرب داك الماء. ها نتوما البنات، من بعد ما حتى كينشف البنات داك الماء، ما كيبقى كيتزانس مع الزيت، كيولي لنا غير الزيت، كيبقى لنا غير الزيت. مثلا عندكم ديروا قشور الثومه والزيت، كاين بزاف اللي كيدير قشور الثومه والزيت كيمشي يديرهم على البوطه يغليهم هكاك، راه كتحرق لنا القشور الثومه، كيتحرقوا بحال كتقليهم. لا، هذه هي الطريقه ديال قشور الثومه، راكم عارفين الفوائد ديال هاد البنات ديال هاد الوصفه. غادي ملي غادي تجربوها غادي تعطيكم واحد النتيجه خياليه ما شاء الله، وغادي تشكروني عليها.
البنات انا هاد القريعات بحال هادو كاع ما كنلوحهم، باش كيجيو ساهلين. حيت عندهم هاد لافابور، بقا تخلطو هكا وبقا تشقو به شعركم جوج المرات في الاسبوع. لاكو المهم اللي كتشق راسها ديما كدهن شعرها، بقا تدهن شعرها بيهم، راه ما فيهم لا ريحه لا حتى شي حاجه، والو عاديين، لا ريحه مزعجه لا حتى شي حاجه. قبل الحمام جوج مرات ثلاثه المرات، حيت ما فيهم لا ريحه لا حتى شي حاجه، وكيقونا الشعر وكيعطيونا واحد النتيجه ديال هاد قشور الثومه، واحد النتيجه كتعطيها لنا رائعه جدا، غادي تصدمك. هاد الزيت ديال الثومه غادي يعطيك لنا واحد النتيجه من اول استعمال، وغادي تلاحظي الفرق، واحد النتيجه خياليه ما شاء الله. وصلنا البنات الى نهايه الفيديو، نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا لايك، تابوناو معنا في لاشين ديالنا باش وبارطاجيو القناه ديالي مع الاهل ديالكم وصحاباتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. الى عجبكم المحتوى ديالي ما تبخلوش عليا باللايكات، بارطاجيو القناه ديالي مع العائله والفاميلا باش تكبرنا، وما تنساوش البنات ديروا ابوني وتفعلوا زر الجرس، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على حال، السلام عليكم.